خلاص احنا كده عرفنا ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها equivalent resistance احسبها. يعني ايه equivalent resistance؟ يعني انا عندي 3 ريزيستورز مثلا زي دول او زي دول او whatever، انا اقدر اعتبرهم كلهم كانهم ايه ريزيستنس واحده. خلاص يبقى اي سيركت تلفزيون مثلا جواه حاجات كتيره، انا ممكن ان انا احاول في الكالكوليشنز اقل لحد ما كانه ريزيستنس ايه واحده. الريزيستنس الواحده الوحيده اللي هتفضل لي ديت لازم في الاخر هتوصل مع سورس، صح؟ هنعتبر ان السورس بتاعي هو باتري، السيركت كلها بقت ريزيستنس واحده اللي هي الار ايكوفالنت بتاعتي، وعملت لها كونكت مع باتري. دي اخر مره هعملها بالطريقه دي. يبقى تاني، معلش تاني، اي سيركت في الدنيا ممكن ان انا اعمل لها ريدكشن واخليها ايكوفالنت ريزيستنس واحده، صح؟ الايكوفالنت ريزيستنس الواحده دي هتبقى واصله مع السورس، اوكي؟ زي ان السورس باتري. مش احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان الباتري ديت ليها الكتروموتيف فورس؟ يلا نفتكر مع بعض الديفينيشن بتاع الكتروموتيف فورس اللي هو ايه؟ يونت تشارج او كارنت تشارج فان كولوم ثرو ذا هول انسايد اوتسايد اند انسايد ذا ايه ذا سورس. هسال سؤال، انا لو مسكت الترابيزه ديت شدتها، تمام؟ مش كده انا هعمل ورك، هعمل مجهود، تمام؟ حلو قوي. لو انا شدتها برضو بس على ايس، عارفين الايس بتاع السكي دوت او السكيت، خلاص لما اجي اشدها عليه هتبقى اسهل ولا اصعب؟ اسهل. يبقى المجهود اللي انا عملته هيبقى اقل ولا اقل، صح؟ طب انا لو شدتها بس على رمل ايه ايه بشد الترابيزه. خليكي معايا للاخر بس هتكسبي والله. لو انا حطيت الترابيزه ديت على رمل وبشدها كده انا عملت مجهود ازيد ولا اقل؟ ازيد. طب انا طلعت في السبيس بقى ولبست بدله الفضاء، الترابيزه قدامي طايره في السبيس وانا رحت لامسها، بلمسها بس كده مش بلاقيها بتتحرك، هل انا عملت اي مجهود عشان احركها؟ تقريبا مفيش مجهود. يبقى تاني يا سلمى، انا ليه المجهود زاد في الرمل عن السيراميك عن التلج عن السبيس؟ عشان في ريزيستنس. يبقى انا ليه بعمل مجهود عشان خاطر اشد الترابيزه؟ عشان خاطر في ايه ريزيستنس. فيها مشكله؟ نرجع لكلامنا، انا الباتري ديت بتعمل اتنين ورك، ورك اوتسايد وورك انسايد. ليه عملت ورك وعملت مجهود عشان تحرك التشارج اوتسايد؟ عشان في ريزيستنس اوتسايد. طب ليه بتعمل ورك عشان تحرك انسايد؟ عشان في ريزيستنس. هو كل الكلام ده بقوله لك عشان اقول لك ان في انترنال ريزيستنس جوه الباتري. يعني الباتري ديت مش جاست ان هي الكتروموتيف فورس وبس، لا ده هي كمان في جوه ليها ريزيستنس بتوبوز التشارج. يعني هي صحيح هي اللي بتزق التشارج وبتحركها، بس برضه في جزء بيضيع من الانرجي جوه او ورك بتستهلكه جوه عشان خاطر تحركها ثرو الباتري من جوه. فيها مشكله؟ يبقى تاني، الباتري ليها الالكتروموتيف فورس بتاعتها اي ام اف اللي هي التوتال ورك ده عشان يموف التشارج انسايد اند اوتسايد السورس. فيها مشكله؟ الاي ام اف بتاعت الباتري بنديها سيمبل تاني اسمه في بي، فولتج اوف باتري، خلاص؟ برضه هو ده الاي ام اف بتاعتها. ولقينا ان هي ليها انترنال ريزيستنس. حد عنده مشكله؟ تمام. الانترنال ريزيستنس ديت ده عيب، مش حاجه حلوه، لا ده عيب، ده بتستهلك جزء من الانرجي جوه الباتري، خلاص؟ بس للاسف مفيش في الدنيا حاجه اسمها ايدل ريزيست ايدل باتري اللي هي ملهاش ريزيستنس خالص. اي باتري في الدنيا اتصنعت للاسف ليها مين؟ انترنال ريزيستنس. انترنال ريزيستنس ديت مثلا مسؤوله عن ان الباتري تسخن، ابقى ماسك الموبايل كده بشتغل بيه الاقي الباتري من ورا سخنت، خلاص؟ ليه سخنت؟ عشان في جزء ضاع من الانرجي جوه اتحول لهيت نتيجه للانترنال ريزيستنس بتاعتها. حد مش مقتنع ان الباتري ليها انترنال ريزيستنس جوه؟ حد مش مقتنع؟ ايه؟ هو ايه سبب الريزيستنس العاديه؟ ايه اللي عمل الاوبوزيشن ده؟ الكترون بيتحرك خبط في اتومز، صح؟ يبقى السيركت من بره او الكومبوننت او الريزيستنس ديت ليه في اتومز
فالاسمه ايه دوت الالكترونز لما بتمشي بتخبط فيها. طب الباتري من جوه بتتكون من ايه؟ هل دي بتتكون جوه من اتومز فالتشارج لما تمشي تخبط فيها انما ديت رز بلبن؟ ما هي ديت كمان من جوه في اتومز صح؟ التشارج لما تمشي جوه او الاين لما يمشي جوه ما هو هيقابل اوبوزيشن من انواع كتيره نتيجه للتخبيط، نتيجه ان هو هيزود فايبريشن الى اخره. فيها اي اعتراض؟ تمام. هو لما يتطور في البتري في الصناعه بتاعت البتري بيقلل الانترنال ريزيستنس دي بقدر الامكان. يعني كل ما البتري اتطورت اكتر كل ما تلاقي الانترنال ريزيستنس بتاعتها اقل. اومز لو بيقول ان الكرنت انتنستي مثلا ايكوالز في اوفر ار، ده كده اللي هو اسمه ايه؟ اومز لو. ده على كوندكتور بس. الفي هي الفولتج اكروس الكوندكتور، الاي اللي ماشيه فيها، الار الريزيستنس بتاعت الكوندكتور، صح؟ طب انا لو هتكلم على السيركت كلها لو هقول ان الاي هتبقى ايكوال ايه؟ لو اي توتال هتبقى ايكوال الفي توتال، تمام؟ اللي هو في بي اللي هو التوتال ورك دان تو ترانسفير يونت تشارج ثرو ذا هول سيركت، صح؟ واوفر الريزيستنس، انهي ريزيستنس؟ التوتال اللي هي بره وجوه، خلاص؟ مش دوت الورك دان عشان يحرك بره وجوه، يبقى معنى كده ان الريزيستنس هتبقى اللي بره بلس اللي جوه. مش ده هو هو اومز لو؟ الاي ايكوال في فور ار، بس الفرق ان هما التوتالز بتوع السيركت كلها، يبقى دوت كده اقدر اقول ان هو اسمه اومز لو بس فور كلوز سيركت. اخر حاجه هتكلم فيها في الجزئيه بتاعت السيركت دي هو هبتديها بسؤال صغير. لو جبت فولتميتر وعملت له كونكت مع الباتري، الفولتميتر دوت هيعمل ريدنج للاي ام اف ولا لا؟ اللي بيقول اه يرفع ايده. طيب اللي بيقول لا يرفع ايده. لا ليه؟ هي دي الإجابة فعلا. دوت مش بيقيس للسيركت كلها، مش هيقيس الورك اللي بيحصل جوه، صح؟ هو بيقيس فين؟ بره بس، فده بيتسمى في اكسترنال. هل الفولتميتر دوت بيقيس الفي بي بس ولا بيقيس على ار سمول كمان؟ بيقيس على ار سمول كمان. أنا هدفي دلوقتي إن أنا أطلع رول للفي اكسترنال ده أشوف هي ايكوال إيه وبتتحسب إزاي. طيب مبدئيا لو قلت إن التو بوينتس دول اسمهم اكس واي، يبقى كده الباتري كونكتد على مين؟ على اكس واي، صح؟ طب ار ايكويفالنت، ما اقدرش اقول ان هي كونكتد على اكس واي؟ اقدر اقول. يبقى معنى كده الفولتميتر ده بيقيس ما بين اكس واي اللي هو مين؟ هو بتاع الار ايكويفالنت برضه، مظبوط؟ يبقى انا اقدر اقول ان الفي اكسترنال هي عباره عن اي في الار اكسترنال او الار ايكويفالنت اللي بره. حد معترض على دي؟ تمام. الاثنين، ما هو اسمه ايه دوت الباتري كونكتد على اكس وواي، صح؟ يبقى ودوت بيقيس البوتنشال ديفرنس ما بين اكس وواي، يبقى هو بيقيس الاكسترنال بتاع الباتري او الفولتج اكروس الباتري. طب الايكويفالنت ريزيستنس ديت مش هي كونكتد على اكس وواي والفولتميتر كونكتد على اكس وواي؟ يبقى هو برضه بيقيس الفولتج اكروس مين؟ الريزيستنس اللي بره. هما الاثنين واحد. ليه قلنا عليها اكسترنال؟ لان هي بتقيس الورك اللي بيحصل بره بس، مش قلنا ان الاي ام اف ديت هو الورك ترانسفير يونت شارج ان واوت؟ دوت بتاع اوت بس، خلاص؟ اللي بتضيع جوه حاجه كده اسمها الدروب، ده انا فعلا هقوله دلوقتي اللي لقطتيه انت اي ار اس مود، صح؟ خلاص. طيب تعالوا نبص كده هنا، خلاص اقتنعنا بدي كده على جنب، حلو جدا. نعمل كروس مالتيبليكيشن للايكويشن دي، هيبقى اي ملتبلاي ار ايكويفالنت بلس ار سمول هتبقى ايكوال في بي اللي هي الاي ام اف بتاعت الباتري، الالكتروموتيف فورس او فولتج باتري. من الديفينيشن بتاع المره اللي فاتت هو التوتال اللي بتحرك جوه وبره، اوكي؟ الاي هتخش هنا وهنا، يبقى اي في ار ايكويفالنت
بلس اي ار سمول ايكوال مين في بي. فعلا زي ما انتوا بتقولوا انتوا ما بتكذبوش ان اي ار ايكوفالنت هي مين؟ هي الفي اكسترنال. يبقى كده اقدر استنتج ان في اكسترنال هتبقى ايكوال الفي بي، والاي ار اللي بوزيتيف دي هتروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى ماينس اي ار سمول. ده بنستخدمه في ايه؟ بستخدمه عشان اكالكوليت البوتنشال ديفرنس اكروس الباتري. هي بتطلب كده، مين سال؟ هو بعمل بيها كالكوليت للبوتنشال ديفرنس اكروس الباتري. خلاص، زي ما كان يقول لي بوتنشال ديفرنس اكروس ريزيستور كنت بعمل اي في ار، صح؟ هنا بوتنشال ديفرنس اكروس باتري يبقى بعمل كده لان هي مش ريزيستور. وهي زي ما انتم شايفين هي تعتبر جزئين، جزء بيجنريت وجزء بيكونسيوم، صح؟ يبقى هي كاني بعمل الجنريت ماينس مين؟ الكونسيوم. ها هي عشان خاطر كونكتد ما بين الاكس والواي. هو اسمه ايه دوت؟ بص كان البوتنشال ده مش موجود خالص اهو، مش الفولتج اللي هو اكروس الباتري، مش هو الفولتج اكروس الريزستور، صح؟ يعني هما الاثنين اهو كانهم بارل مع بعض، صح؟ يبقى كده الفي اكسترنال هي الفولتج على الريزستنس اللي بره، يبقى هي اي ار ايكوفالنت. احنا قلنا ما بين كل 10 امتحانات البروف الاولاني دوت بيجي قد ايه؟ 3 مرات. ما بين كل 10 امتحانات البروف الثاني بيجي 3 مرات، تمام؟ يبقى دول كده ايه؟ 6 من 10. ما بين كل 10 امتحانات ده بيجي مرتين، يبقى البروفس الثلاثه اللي على البورد دول 8 من 10 في الامتحانات، يعني نسبه ان هم يجوا في الامتحان 80% يجي واحد منهم. خلاص، في اي مشكله؟ نخلي بالنا منهم. وهم دول البروفس اللي عندي في شابتر 1، ما عنديش غير. امتى الفي اكسترنال تبقى ايكوال في بي واللي عارف يرفع ايده؟ ما تغشيش يا سلام. طيب. برافو، لما الاي ار تبقى بزيرو. امتى الاي ار تبقى بزيرو؟ حاجتين مالتبلاي بعض هيبقوا ايكوال زيرو. لما واحده منهم تبقى زيرو. مين بقى اللي زيرو؟ بالظبط، انا قلت دايما ان الريزيستنس السمول دي الار انترنال دي دائما وابدا موجوده، يبقى مين اللي فاضله؟ الانتنسي. يبقى امتى الفي اكسترنال تبقى ايكوال للفي بي؟ لو الاي هي اللي بزيرو، يعني السيركت اوبن. يعني انا لو جيت اقيس بوتنشال ديفرنس اكروس باتري، خلاص، وهي مش كونكتد في السيركت او السيركت اوبن، هلاقيها هي الفي بي. فيها مشكله؟ انما لما اعمل كونكت ويمشي فيها كارنت هيبدا الاقي ان الفي اكسترنال ديت ايه؟ قلت. حد عنده اي اعتراض؟ يبقى انا دلوقتي لما باجي اعمل اشغل باتري جوه السيركت، سي ان الباتري ديت 15 فولت، اجي اقيس البوتنشال ديفرنس الاقيه 15 فولت. انما بمجرد ما اوصلها في الباتري واعمل تيرنينج اون ويمشي فيها كارت الاقيها سي قلت 13 فولت. فيها مشكله؟ ال 2 فولت اللي نقصده راحوا فين؟ الاي ار سمول، صح؟ هو ده الجزء اللي ضاع. علشان كده اي ار سمول ديت ليها كذا تسميه، منهم lowering in voltage، هو الجزء اللي بيقل من الفولتج بتاع الباتري اللي انا مش بستفاد بيه، بيستهلك جوه. منهم potential drop، in the battery، ومنهم potential loss. خلاص، بس هو الاغلب اللي بنستخدمه هو ايه؟ بوتنشال دروب ان ذا باتري. يبقى الاي ار سمول دي لوحدها ده اللي بيضيع جوه من قبل اصلا ما يطلع لي. حد عنده اي اعتراض؟ عشان كده ها اللي هي ايه؟ الاوبن سيركت. انت لما تعمل السيركت اوبن، تمام؟ الرول ده طبعا انا ما اقدرش استخدمه عشان ده اسمه اومز لو فور كلوزد سيركت، تمام؟ بس انا هحاول اقيس البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي اكسترنال. هو بيبقى الفي بي ماينس ايه؟ الاي ار بتاع ده. خلاص، الجزء الكونسيوم ده بتاع ده. ريزيستور مش ماشي فيها كارنت، هل هتكونسيوم؟ يبقى عندك في بي لوحدها. اوكي، يبقى انا لو السيركت، لو الباتري 15 فولت وانا عملت السيركت اوبن وجيت اعمل ريدنج للفولتج بتاعها على اي 15 فولت. فيها مشكله؟
بلاقي ناس بتسأل نفسها هو ازاي السيركت اوبن وما فيش كارنت وفي فولتج او في بوتنشال ديفرنس. حد سأل نفس السؤال ده؟ هو البوتنشال ديفرنس ده مش احنا قلنا ان هو كانه الفورس اللي بتحاول تشد تزق التشارجز، صح؟ باتري موجوده ليها ام اف، يبقى في فورس بتحاول تزق التشارجز. التشارجز اتحركت او لا ده حاجه ثانيه. انا دلوقتي بزق البورد اهو، في فورس ولا مفيش فورس؟ في حركه ولا مفيش حركه؟ مفيش حركه، صح؟ يبقى نفس الكلام لما السيركت تكون اوبن الفورس موجوده، الاي ام اف موجوده، البوتنشال ديفرنس موجود، بيحاول يزق التشارجز بس التشارجز ما بتتحركش في الكارنت زيرو. يبقى الفي موجوده بس الاي مش موجوده، خلاص؟ فبلاقيها هنا في حاله السيركت اوبن الفي اكسترنال هتبقى ايكوال في بي ماينس زيرو في ار سمول، يبقى هي الفي بي على طول. فيها اي اعتراض؟ ساعات بيجي ساينتفك تيرم او واتس مين باي، منشن ذا ساينتفك تيرم ات از ايكوال او ات از ذا اكسترنال فولتج اكروس ذا باتري وين ذا سيركت از اوبن. يعني كانها عروستي، ايه هي الحاجه اللي بتبقى ايكوال الاي ام اف سوري الاكسترنال فولتج بتاع الباتري لما السيركت تبقى اوبن؟ الاي ام اف. فده ديفينيشن تاني للاي ام اف، بس ما بعتمدوش ان هو ديفينيشن، يعني بعتمد لما اشوفه في ساينتفك تيرم او واتس مين باي، خلاص؟ يعني لو هو قال لي ديفاين زي اي ام اف بقول الديفينيشن القديم اللي هو التوتال ورك دان بلا بلا بلا. انما ده لو شفته في ساينتفك تيرم ابقى عارف احله ازاي. حد عنده مشكله؟ تمام. عندنا في بيج 7 بقيه الصفحه، ده بقيه الصفحه في ايه؟ يعني هو لحد الديفينيشن، بقيه الصفحه يعني هو كل ده مش في كتاب المدرسه، انا حاططهم عشان خاطر بس في ناس تانية حطاهم، في كتب حطاهم وهكذا، فبلاقي دايما الناس تقول لي ايه ده في حاجات ناقصه في المنظمه، فحطيتهم بس كمعلومه زياده، والناس لما تشوف ما يقولوش عني كده. شفت انا صريح، شفت حد بالصراحه دي. بس طبعا لو انا مش مقتنع بنسبه 100%، يعني هو انا مش مقتنع ان انا احطهم بس مش بنسبه 100%، تمام؟ لو مش مقتنع بنسبه 100% هشيلهم خالص وكله يخبط دماغه في الحيط واللي يحصل يحصل. ايه وجه اقتناعي؟ هو جزئيه واحده صغيره، الحته اللي بالاورنج دي. مبدا ازاي احسب افشنسي، الكونسبت ان انا احسب افشنسي. انا ممكن يطلب مني في المنهج ان انا احسب افشنسي بتاعت اي بطيخ، يقول لي عندك البطيخه دي احسب لها الافشنسي بتاعها. يعني ايه؟ فور اكزامبل عندنا محمد مثلا، تمام؟ بيقول لي احسب الافشنسي بتاعت محمد. مين محمد ده؟ كائن يصنف في الكائنات ان هو كائن ثانويه عامه. كائن ثانويه عامه دوت زيكم كلكم، انا اسف يعني. هو وظيفته ايه في الدنيا؟ ان هو بيقعد يعني يذاكر، فالمذاكره ديت ان هو بيشغل الخلايا العصبيه عشان قادر يدخل معلومات. الخلايا العصبيه ديت عشان تشتغل لا قدر الله بتحتاج انرجي، صح؟ بيجيب الانرجي دي منين؟ من الاكل. في اي اعتراض؟ يبقى انا باكله هو يشغل الخلايا العصبيه وايه؟ ويذاكر، خلاص؟ زي ان انا دخلت له اكل ب 500 كالوري، ده الانبوت بتاعي. هو شغل الخلايا العصبيه اللي انا استفاد منه ان هو يشغل الخلايا العصبيه ويذاكر بكام كالوري؟ 50 مثلا بس، تمام؟ عايز احسب الافشنس بتاعته، فين ال 450 راحوا؟ لص. اي حد بيذاكر بالليل اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن انت هسالك سؤال وتجاوبني بصراحه، لو جيت بتذاكر بالليل في البيت لوحدك، تمام؟ بتروح قايم كده من المذاكره مره واحده وتروح تفتح الثلاجه وتروح قافلها وتروح راجع تاني، بيحصل؟ كلنا بيحصل لنا كده، ما نعرفش ليه، ما نعرفش السبب العلمي بتاعها. مش ده لص بيحصل؟ هو بذل مجهود ما استفدناش بيه باي حاجه، بيقعد على الواتساب بيلعب ببجي، اي لعبه اي حاجه بتحصل، ده كله بالنسبه لي كايه؟ لص. اللي استفاد منه 50%. لو عايز احسب الافشنسي بتاعته، الافشنسي تاخد سامبل ايتا، ايتا دوت بيترسم ان سمول، الجزء اللي على اليمين بنطوله شويه. الافشنسي بتاعت اي حاجه في الدنيا هي الريشيو ما بين الاوتبوت اللي انا استفدت بيه اوفر الانبوت التوتال بالنسبه لي. هو المفروض انرجي وانرجي، خلاص؟ يبقى الاوتبوت اللي انا استفدت بيه اوفر الانبوت او التوتال اللي انا مدخله له. هو بالنسبه لمحمد كان الاوتبوت كام؟ 50 بس اللي انا استفدت بيه، والانبوت 500. لو حسبناها كده بتطلع 0.1. احنا بنحب دايما كده ان احنا نطلعها برسنتج، اشوف الكفاءه بتاعته كام في الميه. يبقى هعمل ملتبلاي 100%
فنلاقي ان هي طلعت 10% وكده انا كرمه قوي. فيها مشكله؟ تمام. طب لو الكفاءه بتاعته 10% الافشنسي بتاعته 10% يبقى البرسنتج لوس بتاعته قد ايه؟ 90% بيس اوف كيك. انتوا اللي قلتوا مش انا صح؟ يبقى معنى كده ان السم بتاع البرسنتج لوس والافشنسي لازم كله يطلع كام؟ 100%. يبقى لو حسبت دي اقدر احسب دي، لو حسبت دي اقدر احسب دي. في طريقه ثانيه عشان احسب البرسنتج لوس، اقول ان هو عباره عن اللوس اوفر مين؟ الانبوت اللي هو التوتال ملتبلاي برضو 100%. اللوس بالنسبه لمحمد كان 450 اوفر الانبوت كله هو 500، فطلعت فعلا كام؟ 90%. طب خلينا بقى نركن محمد على جنب ونتكلم على اي حاجه تانية. احنا ما خدناش اي ديفايس غير هو الباتري اللي هي بتكونفرت الكيميكال انرجي للالكتريك انرجي. تمام. الباتري لو انا عايز احسب الافشنسي بتاعتها، الاوتبوت هو كورسبوندنج للفي اكسترنال، ده اللي هتخرج بره، ده اللي هستفاد منه صح؟ يبقى هي هتبقى عباره عن في اكسترنال اوفر الانبوت التوتال بتاعي هو مين؟ الفي بي، دي اللي بتحرك بره وجوه، ده التوتال، دي الكيميكال انرجي كلها. حتى انتوا هتاخدوها ان شاء الله في شابتر 4 في الكيمستري، هتلاقوا ان الفي بي ديت هي الكيميكال فورس اصلا، الالكتروموتيف فورس اللي جايه من الكيميكال رياكشن. يبقى التوتال بتاعتي اللي هي مين؟ في بي. يبقى كده لا، ده الفي بي هي صحيح بتاعت السورس، بس هي بتاعت السيركت كلها اللي بتحرك بره واللي بتحرك جوه. ما هو السورس بالنسبه لي هو ده الموتور اللي بيزق التشارجز في كله. تمام. هو ده اللي بيحرك بره وجوه. يبقى ما هو ده التوتال، ما هو بيحرك بره وجوه هو التوتال. في توتال ايه اكتر من كده؟ مفيش توتال اكتر من كده، جوه وبره كل حاجه ثرو ذا هول سيركت. تمام. انما الفي اكسترنال ده اللي بيحرك بره بس. في اي اعتراض؟ تمام. يبقى الفي اكسترنال ده اللي بيخرج لي بره، ده الاوتبوت اللي بيخرج، والفي بي هو مين؟ التوتال. واللوس برده ممكن نحسبه ان هو اي ار سمول، لان ده الدروب، ده اللوس اللي بيضيع مني اوفر التوتال برده اللي هو مين؟ في بي. دول التولز اللي يعتبروا مهمين شويه في الكلام ده كله. خلاص الباقي مش مهم بالنسبه لي قوي. حتى رول الكوست اللي هو في الاخر خالص، اخر مره جه كان سنه حاجه و80، 1980، ومش موجوده دلوقتي ولا في كتاب مدرسه ولا في ايفالويشن ولا في اي حاجه. فهو بس كمعلومه ليكم ان انا لو عندي جهاز عايز احسب الكوست بتاع الالكتريستي بتاعته، فبشوف الباور بتاعه كام. اي جهاز بتلاقي الباور بتاعه مكتوب، بتشوف هو هيشتغل وقت قد ايه، بتشوف الكيلو وات اور بتاعتك بتتحسب عليها بكام من شركه الكهرباء، تعمل الثلاثه ملتبلاي لبعض مع مراعاه اليونت، هتعرف الكوست بتاعك كام. ديت كمعلومه اسرائيليه ممكن ان انتوا تستفادوا منها. اللي بعديها بقى الكوست، اللي قبل الاخيره ديت اللي انت بتقول عليها، ديت اللي هو الصم بتاع الاثنين دول بيطلع 100%. الايتا بلس البرسنتج لوس ده بلس ده لازم يطلع 100%. خلاص. فانت لو حسبت واحده تعرف تحسب الثانيه. ما انا قلت لك هما الاثنين دول اللي هو الايتا ده واللي تحتيه بتاع الارات مش مهم، والبرسنتج لوس اللي هو ده اي ار اوفر في بي واللي تحتيه مش مهم. خلاص. السم بتاع البرسنتج لوس والافشنسي 100% ده طبعا مهم، واللي تحتيه مش مهم. يعني هو رول وبتسيبي رول. الديفينيشن لا فهم، تبقي فاهماه، لان انا هطلب منك افشنسي بتاعت اي حاجه كده مفاجاه. خلاص. فتبقي عارفه انا بعمل فيها ايه، تبقي فاهماه، بس مش هيطلب منك ديفاين الافشن. في شابتر 3 هيبقى في ديفينيشن الافشنسي بس بتاع ديفايسز معينه، بتبقى حاجات ستاندرد. طيب حد عنده اسئله في الكلام ده؟ احنا وقفنا لحد بيج 7. بيج 8 هي تعتبر شرح في حاجات تكنيك الحل، اللي هي اللون احمر بتوجع العين دي. خلاص. فديت انا مش هشرحها، يعني دي مش بتتذكر او بتشرح. هو انا لما هاجي احل هرجع ليها اقول لكم انا عايز ديت، يعني ديت مكتوبه هنا. خلاص. فديت الحاجات اللي فيها بتتشرح واحنا بنحل مش واحنا بنشرح. خلاص.